انتقد مجلس محافظة كركوك خلال اجتماع له بحضور لجان المشاريع والإعمار والاستثمار والتخطيط الاستراتيجي سياسة الإهمال التي تنتهجها بعض الوزارات الاتحادية تجاه المحافظة بحرمانها من تنفيذ المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية لتلك الوزارات. واقترح الاجتماع تشكيل وفود مشتركة من إدارة ومجلس المحافظة لزيارة بغداد للضغط على الوزارات الخدمية بتنفيذ مشاريع في المحافظة ضمن موازناتها الاستثمارية، وفي حال تعذرها تتم المطالبة بمنح المحافظة حصتها من تلك الميزانيات بغية تنفيذ المشاريع من قبلها. كما شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق أقصى درجات التوازن والعدالة في اختيار المشاريع بما يضمن تغطية كافة المناطق دون تمييز، مؤكدين في الوقت ذاته على أن إيصال الخدمات الأساسية من الحقوق المشروعة للمواطن على الحكومة.